اذا كان بكرات كيف نحله على الشغل. طبعا لو تشوف حل المانيوال بيعطيك يو مثلا يو اي بي مثلا كذا كذا، راح تلاحظ انه ما فيش شد، راح تلاحظ انه يعني ما فيش اشي معين او وين هذا راح، ليش انا تحليلي غير تحليل الكتاب. فانا راح اوضح لك كل اشي كيف تحلل كل اشي. طيب شو بعمل؟ مثل زي شابتر 12 بس بدون تسارعات، لانه هون صرنا نشتغل مع مسافات وكذا. شو بنعمل؟ بنروح نحلل بلوك اي. هاي بلوك اي طبعا تحليل مايل، هو السؤال هذا سؤال 19 فيه شي فريكشن، فلا راح احتاج نورمال ولا وزن. شو بحكي له؟ في عندي تنشن، في عندي ام جي ساين 30. طيب اتجاه حركته لوين؟ اتجاه حركه اي لتحت، معروف وزنه لتحت يعني وزنه ثقيل وبنزل لتحت، وطبعا مثل ما معروف شابتر 12 خلينا هذا السؤال كثير. طيب حركته لتحت، حركته لتحت يعني كل شيء لتحت موجب. فشو بقول له؟ بقول له هسه حكى لي لما مشى يعني اكس اي مشت 0.46. طبعا معادله الكيبل في اي زائد 3 في بي يساوي 0. اي سالب وموجب بفرقش، ما هو تربيع اصلا، ففي ومنه اكس اي تساوي 3 اكس بي، معناته اكس بي تتساوي 0.46 في على 3 1.533. طيب شو بدي اعمل؟ شو بسوي؟ بدي اوجد القانون يو تي 1. هذا القانون بنحل عليه كل شيء، تساوي تي 2. الكتاب عامل تي 2 بتساوي نص ام في اي تربيع زائد نص ام في بي تربيع. راح تحكي كيف اجد؟ هس بقول لك كيف اجد. تي 1 حكى لي اترست 0، بضل يو 1 2. يو 1 2 هذا عكس اتجاه الحركه، انا حركتي لتحت عكس اتجاه حركه الشد، سالب تي في المسافه اللي مشاها، هاي بلوك اي. بنروح على اكس اي، بنحط اكس اي هون مش بنحط اكس بي. طب شو ضل عندي الوزن؟ الوزن مع الحركه ام جي في ساين 30 في كم؟ في 0.46. شو بتساوي؟ نص ام في تربيع، كتله اي 9 يعني 4.5 في اي تربيع. هاي معادله رقم 1. بنروح على معادله رقم 2. ايش معادله رقم 2؟ اللي هي بلوك بي. حلل بلوك بي، بلوك بي اتجاهها لفوق فحركتها لفوق موجب. شو بقول له؟ في عندي 3t وفي عندي ام جي ساين 30. بروح عمل الشغل تي 1 بلس يو 1 2 يساوي تي 2. تي 1 0 لانه اترست، يو 1 2 في عندي 3t، اكس بي كم؟ 0.1533. طبعا اكثر اشي بغلطوا فيه الطلاب اكس اي واكس بي، بعوضوش معادله الكيبل وبطلعوا كم اكس اي وكم اكس بي. لا، هي اهم خطوة انه هون اكس بي مش اكس اي، حسب البكة اللي نحللها نضرب مسافتها نطلع سرعتها. طيب لفوق موجب، ناقص ام بي في جي ساين 30 في المشافة اللي مشاها 1.533، مشافة اللي مشاها، شبكني مسافة اللي مشاها. شو بضل عندي؟ نص ام في تربيع 7.3 اللي كتلتها على 2 في في تربيع. هسا انا معادلتين مجهولين، بدي اخلي اي بدلالة في، فبقول له في اي على 3 تربيع، معادلة الكيبل هي في بي بتساوي في اي على 3. طيب هسا شو بنعمل؟ انا عندي هاي سالب وهاي موجب، لازم مش اتاكد انه حلك 100%، لازم المعامل تبع التي يكون نفسه. طيب هاي 0.46 وهذيك ايش؟ 3 ضرب 0.1533 بيطلع معي يعني 0.46 تقريبا. فايش بعمل؟ لما اجمع المعادلتين سوا الشد بروح مع الشد، مشان هيك في الشغل سد، بضل معي هذول. فعلا الكتاب بيكون حاط لك دبليو اي ساين 30 في 0.46 ناقص دبليو بي ساين 30 في 0.153 بتساوي في اي تربيع زائد في بي تربيع. هذا الاشي من وين اجى؟ انه انا عملت معادلتين مجهولين وحليتهم حل يدوي، انه جمعت المعادلتين سوا. بحل المعادلتين بيطلع معي VA 1.74، بحلها للي حاسبه، بحلها جمع واقسم وكذا، بضل معي التنشن. التنشن شو بعمل؟ بعوض VA بأي معادلة، قول عوضتها هون على للي حاسبه على السريع، سالب 0.46x زائد هسه هاي المقدار بيطلع 20.36 تساوي 4.5x تربيع اللي هي V تربيع اللي هي 1.74 تربيع. بيطلع الشد معي 14.6، لا بيطلع غير الشد عوضه
بأحد المعادلات بيطلع هو الجواب الصحيح. شد